الخير، برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. في البدايه طبعا عايز اشكركم كلكم على التفاعل الكويس جدا اللي شفته من اول حلقه في البرنامج، وكمان اكيد بشكركم على رسائل الترحيب، واتمنى دايما يكون عند حسن ظنكم، ونوعدكم ان شاء الله ان انا وكل اللي بيشتغلوا معايا في البرنامج نقدر نعمل كل اللي نقدر نعمله عشان نرضيكم ونحقق لكم اللي انتم عايزين تشوفوه وتسمعوه في البرنامج. النهارده هيكون ضيفنا ان شاء الله في البرنامج في نهايه الحلقه الصحفي الدكتور طارق الأدور، صحفي بالجمهورية، ومستنية رسائلكم النهاردة وتفاعل مع البرنامج. ويهمني طبعا ان اعرف رايكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام لأهلي تي في، وهاشتاج البرنامج هو هاشتاج كلام في الميديا. دلوقتي هنبدأ برنامجنا بعرض أهم الأخبار اللي هتابعوها معانا النهاردة خلال الحلقة. الأهلي يواصل معسكره في الإسكندرية استعدادا لكامبالا وكارتيرون يضم زكريا. الشناوي جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام كامبالا. اتحاد الكرة يوافق على إقامة سوبر زايد بين الأهلي والعين. أجري مستاء من ظاهرة إهدار الوقت في الدوري. تقارير تربط انتقال محمد صلاح لبرشلونة الأسباني. ملعب بلد الوليد يثير أزمة في الدوري الأسباني. هنبتدي معاكم كالعاده باهم اللي اتقال في الصحف الورقيه وفي الجرايد عن اخبار النادي الاهلي. الاخبار المسائي، كارتيرون يعيد حساباته، الاهلي يواصل معسكره في الاسكندريه ويوسف ينفي الخروج عن النص. الاخبار، الاهلي يستعد لمواجهه كامبالا الاوغندي، كارتيرون عانينا من الارهاق في لقاء الحرس، وعماد سليمان لن نعود مجددا لدوري المظالم. روز اليوسف، مخطط الأهلي للتأري من كامبالا كارتيرون يطالب بإغلاق ملف الدوري والتركيز في الفوز على بطل أوغندا. الأهرام، الأهلي يظهر العين الحمراء للاعبيه في برج العرب، يوسف يحذر الفريق من الأداء السيء أمام الحدود وانتظام الشناوي وفتحي وميدو في المعسكر، كارتيرون يطالب الجميع بالتركيز للفوز على كامبالا سيتي للتأر وصدارة المجموعة. المصري اليوم، الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لحسم الصدارة الأفريقية أمام كامبالا سيتي، كارتيرون يتحفظ على الأداء الهجومي أمام الحرس والشناوي جاهز. الوفد، الإصابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة كامبالا وكارتيرون يعترف بسوء الأداء أمام الحدود، خطاب للاتحاد الاسكتلندي للإيقاف صفقة كوليبالي، ولجنة الكرة ترحب بخوض السوبر المصري والإماراتي. الوطن، كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي، ما زلت أعمل على التطوير. الشروق، الأهلي يدرس التعاقد مع حسين الشحات، إعادة فتح ملف ضم اللاعب بعد تصريحات رئيس العين ومؤمن والشيخ ضمن الصفقة التبادلية. الوطن، محمد الشناوي ضحيت بعرض برتغالي وآخر سعودي عالي القيمة حبا في الأهلي والمنافسة مع إكرامي لا تفسد الود بيننا، صدقتش نفسي عند الفوز بجائزة أفضل لاعب أمام أوروغواي. طبعا منشطات وأخبار النادي الأهلي النهارده في الجرايد بدأت إنها تركز على استعدادات النادي الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي في الجولة الأخيرة من دور 16 في دوري أبطال أفريقيا، واللي طبعا على أساسها هيتحدد مين هو ترتيبه هيكون عامل إزاي في المجموعة. النادي الأهلي بالتأكيد طبعا بيسعى للفوز في المباراة عشان يتصدر المجموعة. جريدة الأخبار المسائي قالت إن كارتيرون بيعيد حساباته قبل مباراة كامبالا، وأشارت كمان إن المدير الفني للنادي الأهلي بدأ إن هو يطور القدرات الهجومية ويستغل الفرص قصاد مرمى لمهاجمين الفريق، وأضاف كمان الخبر أن كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة أكد أن مفيش أي خروج عن النص من أي لاعب وأن مفيش أي مشاكل جوه الفريق. أما جريدة روز اليوسف فقالت أن النادي الأهلي بيخطط للطقر من فريق كامبالا سيتي، واللي فاز على النادي الأهلي بهدفين من غير مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات في أوغندا. وبالنسبة للأهرام،
كان عنوانها النادي الاهلي بيظهر العين الحمراء للاعبيه في برج العرب، وان محمد يوسف حذر اللعيبه بعد الاداء الضعيف اللي ظهروا عليه قصاد حرس الحدود في الدوري، في الوقت اللي كارتيرون برضو طلب من كل اللعيبه ان هم يركزوا قصاد كامبالا سيتي عشان يقدروا يحققوا الفوز ويتصدروا المجموعه. وبالنسبه للمصري اليوم، مصر اليوم قال ان النادي الاهلي بيحفز لعيبه الفريق بالمكافئات عشان يحققوا الفوز على كامبالا سيتي ويتصدروا المجموعه، واكدت الجريده كمان ان جاهزية دلوقتي شناوي للعودة لحراسة مرمى الفريق قصاد كامبالا. وجريدة الوفد كمان قالت ان النادي الاهلي وافق من حيث المبدأ على لعب مباراة السوبر المصري الاماراتي قصاد العين في الاول من ديسمبر اللي جاي على ملعب هزاع بن زايد في الامارات. لكن بالنسبة بقى لجريدة الوطن فنشرت حوار كبير مع حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي، واللي قال فيه ان هو ضحى بعروض كبيرة جدا للاحتراف حبا في النادي الاهلي، وقال كمان ان العلاقة ما بين وما بين شريف إكرامي كويسة جدا وإن المنافسة ما بينهم قوية ولكن مش بتفسد العلاقة الكويسة اللي بينهم. كمان قال شناوي إن هو كان سعيد جدا لما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أوروجواي في كأس العالم وإن هو اتفاجئ بيها، وقال إن هو بيعمل دلوقتي كل اللي يقدر يعمله وبيجتهد عشان يحافظ على المستوى اللي وصل ليه في كأس العالم. ده كان الكلام اللي اتقال في الجرايد النهارده عن النادي الأهلي. تعالوا نشوف بقى الكلام اللي اتنشر على مواقع الإنترنت. يلا كورة، الأهلي يستدعي مؤمن زكريا لمعسكر مباراة كامبالا سيتي. الشروق، وليد سليمان يغيب عن ميران الأهلي. الوطن، رسمان ميدو جابر يغيب عن الأهلي أمام كامبالا. اليوم السابع، بعثة كامبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدوري الأبطال. صدى البلد تعرف على كواليس محاضرة كارتيرون مع لاعب الأهلي استعدادا لكامبالا. الشروق، ربيعة يؤدي تدريبات مكثفة تحت إشراف أخصائي التأهيل. موقع الرسمي لنادي الأهلي يوصف مباراة كامبالا صعبة والفريق الأوغندي منظم ويمتلك العديد من العناصر المميزة. الموقع الرسمي، تدريبات في الجيم للغائبين عن مواجهة كامبالا. موقع وان تري، الأهلي يدرس كامبالا بالفيديو. هنبتدي مع موقع يلا كورة. قال في الخبر بتاعه، استدعى باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي مؤمن زكريا قبل يوم من ميعاد المباراه عشان يكون في معسكر الفريق في برج العرب استعدادا لمباراه النادي الاهلي مع كامبالا سيتي يوم الثلاثاء اللي جاي في نهايه دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وده بعد ما كان مؤمن زكريا مستبعدين عن المعسكر. بالنسبه للشروق، كان الوضع مختلف، وليد سليمان بيحصل على ابن عشان يغيب عن تمرين المستبعدين عن مباراة كامبالا سيتي لظروف خاصة، وزي طبعا ما احنا عارفين ان وليد خرج من تشكيلة المباراة بسبب الإيقاف بعد ما اخذ كارت انذار تاني في مباراة الترجي التونسي. نروح للشروق او نروح للوطن، فالجهاز الطبي للنادي الاهلي بيقول ان ميدو جابر لسه بيعاني من اصابة في العضلة الخلفية، وده كان تعرض ليه طبعا في مباراة النادي الاهلي وادي دجلة ومنعته من المشاركة في مباراة حرس الحدود اللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين. كمان الاصابه دي هتكون سبب ان هو ما يكونش موجود في مباراه كامبالا سيتي. اليوم السابع، نشرت صور لوصول بعثه كامبالا سيتي لمطار القاهره النهارده الصبح، والمفروض طبعا ان البعثه دي هتسافر على طول على برج العرب عشان تستعد للمباراه يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. صدى البلد كمان نشر كواليس من المحاضره الفنيه لباتريس كارتيرون في المعسكر المغلق في اسكندريه استعدادا لمواجهه كامبالا سيتي، وقال كارتيرون اللعيبه ان المباراه مش تحصيل حاصل زي طبعا ما البعض كان متصور، خصوصا طبعا النادي الاهلي ضمن التاهل لدور الثمانيه في البطوله وان الفوز اكيد مهم جدا. الشروق بتقول كمان ان رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي ادى تدريبات مكثفه النهارده ضمن البرنامج التاهيلي الخاص بيه، اكيد بيساعده عشان يتعافى ويرجع مره ثانيه للمشاركه مع الفريق، وكانت التدريبات تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في النادي الاهلي.
اما في الموقع الرسمي للنادي الاهلي فمحمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي بيقول ان مباراه كامبالا سيتي صعبه وان هو فريق منظم وجدير بالاحترام واننا بنلعب على الفوز والحصول على الثلاث نقط املا طبعا في تصدر المجموعه بعد ما حققنا خلاص هدفنا وتاهلنا للدور ربع النهائي من البطوله. كمان الموقع الرسمي رصد تدريبات النهارده الصبح في الجيم للعيبه اللي هم غايبين طبعا عن معسكر مباراه كامبالا سيتي واللي منهم احمد الشيخ واحمد علاء وعمار حمدي ومحمود الجزار وكريم ندبد وباسم علي وصبري رحيل ومحمد شريف واحمد حمودي واحمد ياسر ريان والحارس الصاعد احمد طارق ومصطفى شوبير وده طبعا كان تحت اشراف حسين عبد الداي مساعد مخطط الاحتياط. بالنسبة لموقع وان تري فمنزل خبر بيقول ان الجهاز الفني للنادي الاهلي حصل على شرايط فيديو لفريق كامبالا سيتي عشان يدرس الفريق كويس جدا ويعرف نقط القوة ونقط الضعف عند كامبالا وكان منها مباراة الفريق مع تاونشيب والترجي التونسي وكمان مباراته مع نادي الاهلي واللي اقيمت في الدور الاول من البطولة. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع بعد كده نتابع معاكم باقي فقراتنا.